بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اخوان الكرام، ان في بعض الاناء يكون الكلام زياده لا حاجه اليها، فان ننظر الى اخواننا لنا اصطرفتوا معنا مقادر الله سبحانه وتعالى سنين طويله، وتاسفنا وتاسينا ودعونا وسجدنا وركعنا، نسأل الله عز وجل لنا ولهم لطف وهم يفعلون مثل ذلك. لكن الذي يثلج الصدر انهم خرجوا رجالا كانوا فتة، إنا فتة آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وخرجوا إلينا ذكاترتان يحفظون القرآن وما منهم إلا شام وعظيم في قومه. هكذا صلى الله عز وجل أن تجدوا في ما تتصفحون من حال من أحوال إخوانكم ما يثبت صدوركم، فتجدون شبابا متجهين إلى حفظ القرآن، وحفظ القرآن هو المسألة الأولى التي ينبغي أن تهتموا بها وتحملوا لواءها. ولأجل ذلك فهذه هدية رمزية عظيمة، لها مصحف وفهرس. بسم الله، تبارك الله، تبارك الله، هكذا. بسم الله، بسم الله، تفضل. بسم الله، بسم الله. خصني زمان باش نحفظ الأسماء ونضعها على الوجه. بسم الله، بسم الله، وبالقسم لا شيء، القسم باقي. لا إله إلا الله، ماذا نفعل بنسخته؟ نوصلها إليه إن شاء الله. هكذا، هيا في عودتك يا عمان. كنت أقول إنه في بعض الآناء يكون الصمت أبلغ من الكلام، وهذه لحظة من تلك اللحظات التي يجمل بإنسان أن يتوجه إلى الله عز وجل حامدا شاكرا أن يسر لنا فرصة أن ندخل في شيئا ضعافا مظلومين فيخرجوا وسدا منكم المتخصصون في اللغة والمتخصصون في القرآن وفي الحديث، وكان منكم جلة تقدموا بدراساتهم أمام لجان اعترفت بمقامهم وبأهمية بحوثهم، والحمد لله على ذلك. شهد الأعداء بأن أولئك الصبية الذين حشروا ظلما في ظلام السجن خرجوا رجالا علماء مؤهلين من كل نواحي، مؤهلين من كل نواحي، لا سيما في حفظ القرآن الكريم والاحتفاظ بالقرآن الكريم كزاد لآخرتهم. حفظ القرآن الكريم كذلك. شكون يقول ما حفظ؟ نعم، درت سلكات. شحال من سلكات؟ ثلاثة سلكات. تبارك الله. وشحال من رواية؟ لا غير ورش. وبقيت هو الراشد. هذا ورش. لماذا سمي ورش ورسا؟ اسم الطير. اسم الطير. كان خفيف الظل وكان أستاذه يحبه، وقال مرة يا ورش فاسمه ورسا. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على هذه اللحظة، هذه يكون هذا إن شاء الله، وتنهضوا بحفظ بتحفيظ القرآن تتميما
لما كان بدأه بعض الشباب جماعة. أما أنتم وأنتم في السياسة وأنتم أصبتم إن تصديتم للقرآن وتحفيظه رجالا ونساء ولتعهد الناس حتى يحفظوا ويسقوا الحفظ ولكي تفتحوا وتفتحوا لهم نوافذ لقراءة الروايات. قراءة الروايات هي تمكن الإنسان من معرفة اللغة العربية معرفة أصيلة. فلماذا قرأ فلان كذا والمكي قرأ كذا وورس قرأ كذا وانفرد فلان بكذا؟ هذا شيء يدفع الإنسان لكي يعمق صلته بالقرآن الكريم. وليس هنالك من وسيلة لتعلم القرآن وما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسالات ربنا إلا أن نتعلم اللغة الشريفة التي ستجدون قوما يغزونها كانوا ولا يزالون يغزونها ويحتقرون من يحمل اللواء اللغة العربية. كانوا يسموننا عندما كنا في مدرسة معلمين كان هناك طائفتان، طائفة من المفرنجين فهؤلاء يسمونهم أنسكيبتور. أنسكيبتور كلمة عجمية شريفة. ونحن معرابين قال لك مريض الرومية، هذوك مريض الرومية احتقارا وسخرية منا. لكن أصحاب الرومية هم اللي يثبتوا الأقدام ديال الأمة لكي لا تزيغ عن دينها. اللغة العربية ثم اللغة العربية ثم اللغة العربية.